الآية التي في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فإنهم لما استعاذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه حصل لهم شيء من الأمن أو شيء من المنفعة. فلا يربط في كون هذا الشيء جائزا أم غير جائز بحصول المنفعة أو دفع المضرة، وذلك لأن المنفعة قد تكون في بعض المحرمات يجعلها جل وعلا ابتلاء واختبارا. ولذلك قد تأتي المرأة عند قبر وتدعو صاحب هذا القبر وهي عاقر، تدعو صاحب هذا القبر أن يرزقها ولدا فترزق بولد، هذا من باب الابتلاء والاختبار والامتحان منه جل وعلا، كما ذكر في الخمر والميسر قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لو نظرنا إلى الجهاد فيه كره لكن فيه خير، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدل على أن كون الشيء جائزا أم غير جائز لا يربط بكونه ينتفع به أو لا ينتفع به.